تخيل تقدر تعمل فيديو كامل من أول فكرة الفيديو لحد النص أو السكريبت بتاع الفيديو، وبعد كده الفيديو ذات نفسه اللي بيظهر والموسيقى الخلفية والشخص اللي بيتحدث في الفيديو، كل ده بالذكاء الاصطناعي وكل ده على موقع واحد بس. وتخيل بقى إنك تاخد الفيديو ده وتنزله على اليوتيوب وتعمل غيره وغيره وتبدأ تربح من على اليوتيوب بدون ما تبذل مجهود، فمن غير رغي كتير يلا بينا نبدأ في الفيديو على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. ثم أما بعد، أول حاجة عايزك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة أول بأول، وعايزك تستنى لآخر الفيديو دوت عشان فيه هدية كبيرة إن شاء الله. موقع فليكس كليب حاليا بيوفر أدوات بالذكاء الاصطناعي تخليك تعمل فيديو كامل غير الموقع أساسا، وفوائده الكتيرة جدا وطرق الربح منه الكتيرة اللي احنا شرحناها قبل كده. فهسيب لكم رابط فيديو شرح موقع فليكس كليب بالتفصيل تحت في وصف الفيديو. طيب انت عشان تعمل فيديو بالذكاء الاصطناعي او عشان تعمل فيديو عموما محتاج خطوات معينة او حاجات عشان تبدأ تعمل الفيديو. اول حاجة محتاج فكرة الفيديو، بعد كده النص او السكريبت اللي الفيديو دوت هيتبنى عليه، بعد كده المحتوى اللي هيظهر على الشاشة سواء فيديوهات او صور، بعد كده في عندنا موسيقى في الخلفية، وبعد كده في شخص بيتكلم او بيحكي في الفيديو ده. فكل الخطوات ديت هنشوف مع بعض ازاي نقدر نعملها على موقع فليكس كليب. اول حاجه فكره الفيديو ازاي هتقدر تحصل عليها، هسيب لك موقع شات جي بي تي الخاص بمحرك البحث بينج، هتقدر ان انت تستوحي منه افكار، او لو انت ذات نفسك عندك افكار او ناوي تعمل قناه يوتيوب عن حاجه معينه فتبدا تعمل فيديوهات عن الحاجه دي. ولكن لو ما عندكش افكار تقدر تستوحيها من الذكاء الاصطناعي، فمثلا خلينا نكتب هنا ايدياز او فيديو ايدياز فور يوتيوب without showing face using AI. طبعا هنا انت تقدر تكتب له بالانجليزي او بالعربي، تقول له اكتب لي افكار عن فيديوهات اليوتيوب وهتلاقيه طلع لك نتائج بالعربي. ولكن هنا مثلا بالانجليزي فقال لي اعمل مثلا motivational video، يعني فيديوهات طبعا في كذا فكره، ولكن انا كتبت او motivational video بالنسبه لي شايفها فكره مميزه اللي هي فيديوهات تحفيزيه، اعمل فيديوهات تحفيزيه. فهروح هنا على موقع فليكس كليب وهضغط كلمة كرييت ا فيديو. كرييت ا فيديو هتختار المقاس، سواء المقاس الطويل دوت لو انت عايز تعمل شورتس على اليوتيوب مثلا او على الفيسبوك او في اي مكان او على التيك توك حتى، او ان انت تعمل فيديوهات عريضة. وطبعا هتختار هنا التايم لاين مود عشان هو ده اللي فيه الادوات الذكاء الاصطناعي، وهتضغط على كلمة جيت ستارتد. هنا هنقفل الجزئية ديت كده وهنروح بس هنا كده، انا عندي هنا بيقول لك موتيفيشنال فيديو، هناخد بس الكلمة ديت موتيفيشنال فيديو هي ديت اللي انا عايزها، وهروح على كلمة فليكس كليب وهنزل هنا على كلمة تولز او الادوات الخاصة بفليكس كليب، وهروح على AI فيديو سكريبت عشان نبدأ نكتب السكريبت بتاعنا، وديت هي الخطوة التانية في صناعة اي فيديو. هروح على AI فيديو سكريبت وهنبدأ نكتب هنا كده موتيفيشنال فيديو، يعني اكتب لي موتيفيشنال فيديو بس كده، انا مش هكتب اكتر من كده، اكتب لي فيديو تحفيزي. وهنشوف هنا هيكتب لي سكريبت كامل من الكلمتين بس اللي انا كتبتهم لدولت. وبس هنا هنلاقيه بيبدأ يكتب لنا على طول السكريبت بالانجليزي، وطبعا لو انت كتبت له فيديو تحفيزي بالعربي هيجيب لك سكريبت بالعربي، ولكن هو الانجليزي فيه افضل، ف لان حتى برضو النسخه ديت او الفيتشرز ديت الادوات ديت كلها جديده على موقع فليكس كليب ولسه تحت التطوير، فهي حاليا كده الانجليزي فيها ادق واحسن، فممكن تعمل فيديوهات بالانجليزي وبرضو العربي متاح وتقدر تستعمله. ولكن هنا هو جاب لي السكريبت بالشكل ده وبقى معانا سكريبت للفيديو. هنبدا نضغط على كلمه edit من هنا بالشكل ده كده edit، وهنبدا ناخد السكريبت دوت كوبي، هناخده كده كوبي من اول مشهد واحد او سين واحد اللي هو كاتبه كده، وهنروح على كنترول وسي وهنضغط كوبي، وهنفتح ملف وورد مثلا ونيجي هنا ونكتب كنترول وفي او بيست يعني عشان ناخد بس النص بتاعنا. وبعد ما نسخنا النص بتاعنا بنبدا ان احنا نمسح كلمه سين واحد، وبيكون تحتها في وصف للمشهد كده فبنبدا نمسحه، تمام؟ فبيبقى عندنا بس الجزء ده. طيب هنمسح برضو كلمة سين اتنين
وصف المشهد، اي حاجه بتعملها على موقع فليكس كليب بتلاقيه عامل لك كده، بتلاقيه عامل لك سين، كلمه سين رقم كذا، مشهد كذا، وبيوصف لك المشهد، وده النص اللي الشخص بيقوله او النص اللي بيتكتب في الفيديو. فخلاص بنبدا نمسح بس كلمه سين 4 وهي نص المشهد بالشكل ده، وادي الكلوزنج شوت او المشهد النهائي والكلام بتاعه بنبدا نمسحه، وبنسيب بس الحاجات اللي هي ما بين العلامات او الكوتس ماركس ديت بنبدا نسيبها كده. هو دوت النص بتاع الفيديو بتاعنا. طبعا هو نص قصير شويه، انت تقدر تطول النص بتاعك عن طريق ان انت وانت بتعمل السكريبت هنا بيقول لك انت عايز السكريبت بتاعك شورت ولا ميديوم ولا لونج، فاحنا عملناها شورت، فعشان كده هو الفيديو طلع قصير، احنا عايزينه قصير. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنرجع على كلمه باك وهنروح على تكست تو فيديو عشان نحول التكست بتاعنا اللي احنا عملناه لفيديو بقى. هنضغط على كلمه تكست تو فيديو، وبعد كده هناخد النص بتاعنا اللي احنا جهزناه دوت، هناخده كده كنترول وسي، وبعد كده هنروح هنا ونضغط كنترول وفي، وبعد كده نضغط على كلمه جنريت فيديو يعني اصلح لنا الفيديو. بعد ما انتظرت دقيقة تقريبا بالظبط حمل فيها، هتلاقي الفيديو بتاعك ظهر، فيديوهات ظهرت اهيت عندك، وبعد كده النصوص كمان الكتابة اللي انت او النص بتاعك هتلاقيه ظاهر على الفيديو بتاعك. وطبعا تقدر تتحكم في شكل الكتابة ديت عن طريق ان انت تضغط بس كده على الكتابة من هنا، تضغط مثلا عليها وتروح على كلمة ستايلز، وهتلاقي في اشكال كتيرة للكتابة تقدر ان انت تغيرها، مثلا تخليه باللون الاصفر ده او تخليه بالشكل ده، اي حاجة انت عايزها تقدر تظبطها هنا، تقدر تتحكم في نوع الخط، تقدر تتحكم في حجمه، تقدر تتحكم في لونه، في كل حاجة انت عايزها تقدر تتحكم فيها من ستايل من هنا. هنرجع تاني على السبتايتلز وهنعمل حاجة بقى مهمة جدا، وهي ان احنا هنمسح السبتايتلز ديت خالص. طيب احنا ليه بنمسح السبتايتلز ديت؟ عشان هنعمل حاجه مفيده جدا ومهمه، هي ان احنا هنروح على كلمه ميديا وهنروح على تكست تو سبيتش اللي هي الجزء دوت كده، عشان نحول او نعمل صوت للفيديو بتاعنا، شخص يتكلم بالنص بتاعنا. فخلينا نروح على الجزء دوت اللي هو تكست تو سبيتش، وهنجيب برده النص بتاعنا تاني وهناخده كوبي وهنحطه او هنضيفه هنا في المكان ده. فهنا النص دوت بتاعنا هنبدا ان احنا نحاول نسمع الصوت بتاعه هيكون شكله عامل ازاي. هنروح على كلمه بريفيو. Every day is an opportunity to chase your dreams. تمام. You can either stay in bed or get up and make it. الصوت بتاعه حلو جدا والصوت واضح، تقدر طبعا تغير في الاصوات من انثى لشخص تاني او اي حد، في اصوات كتيره جدا انجليزيه، تقدر طبعا لو انت حاطط لغه تانية تقدر هنا هتلاقي برضو اللغه العربيه، تكست تو سبيتش هيحول لك باللغه العربيه، ولكن الصوت مش افضل حاجه قوي، ساعات بيلخبطوا في التشكيل شويه، ولكن برضو كويس واكسبتابل ممكن تستخدمه، ولكن افضل حاجه هتكون معاك هي الانجليزي. طبعا تقدر تستخدم هنا صوت حتى نفس الشخص، ممكن تستخدمه يكون ليه اكتر من تون، يعني نبرة الصوت، يعني مثلا خلينا نسمع دوت لو احنا عملناه تشيرفول مثلا او مبهج، لان احنا بنعمل حاجه موتيفيشنال او حاجه تحفيزيه، فخلينا نسمع لو الصوت دوت مبهج. Every day is an opportunity to chase your dreams. You can either stay in bed or get up and make it. الصوت بقى احسن كتير، فخلينا نبدا نضغط سيف تو ميديا. هنلاقي الصوت اتحمل معانا بالشكل ده، وهنلاقيه برضو نزل لنا هنا في المكان ده. هنبدا نضغط على زرار زائد ده بس. بعد ما نضغط على زرار زائد هنلاقي الفيديو بتاعنا جه على الشمال كده في المكان ده، ما علينا، هنبدا نرجعه ونجيبه في اول الفيديو، هضيفه هنا لحد اخر المشهد بتاعي، هو هنا اخر المشهد او اخر الصوت. هبدا اعمل بقى حاجه تانية مهمة برضو، وهي اسمها سبتايتلز. هرجع تاني على السبتايتلز او الترجمة، وخليه يعمل اوتو اي اي سبتايتلز، وهضغط على كلمة نيكست، اختار اللغة طبعا واضغط على كلمة نيكست، واختار طبعا برضو الستايل اللي انا عايزه السبتايتلز بيه، فانا مثلا هختار الشكل ده وابدأ ان انا اضغط على جنريت سبتايتلز. هنا هتلاقي السبتايتلز بتاعتك ظهرت على حسب الكلام بالظبط مع الست وهي بتقول، يعني الست اللي بتتكلم ديت السبتايتلز دلوقتي بقت ماشية معاها بالظبط في نفس الوقت. خلينا نشوف كده الفيديو، خلينا نكبر ونشوف. Every day is an opportunity to chase your dreams. You can either stay in bed or get up and make it happen. Success is not achieved alone. Find your support system and push each other to be better. Your work should be a reflection of your passion. الصوت واضح جدا، الصور كويسة، لو في أي صورة مش مظبوطة معاك هتبدأ تروح هنا على فوتوز، وهتبدأ إن أنت تبحث عن أي فوتو أنت عايزها، تبحث مثلا عايز صورة مثلا موتيفيشن
يعني تحفيز مثلا، هتلاقي فيه صور كتير تقدر تستخدم او تبدل اي صورة، بس هتسحبها كده وتحطها مكان الصورة ديت، هتلاقيها بتتحط مثلا مكانها لي مثلا بالشكل ده كده، فهتلاقي الصورة هتبدأ تتحط بدلها، وهكذا بقى تقدر تعدل او تحط اي صورة تانية وتسحبها في المكان ده وتظبط الصوت بتاعك والفيديو بتاعك. اخر مشهد بالنسبة لنا هو هتلاقيه مطول شوية زيادة، فاقدر ان انا ارجعه كده، فخلاص كده دوت نهاية الفيديو بتاعي. طيب لو صوت الموسيقى عالي شوية ازاي اوطيه؟ ادي صوت الموسيقى اهوت، بضغط بس كده عليه وبلاقي هنا الزرار بتاع الفوليوم التوطية، وببدأ ان انا اوطيه شوية عشان صوت الست يكون اوضح. خلينا نسمع بسرعة. Day is an opportunity to chase your dreams. You can either stay in bed or get up and make. طبعا احنا ليه مسحنا السبتايتلز في الاول ورجعنا حطيناها تاني؟ لان احنا لو كنا سيبنا السبتايتلز وجينا عملنا صوت الست ديت او الصوت اللي هو الاي اي، الصوت الذكاء الاصطناعي، هنلاقي ان الصوت مش ماشي مع الكتابه بالظبط، فاحنا مسحنا الكتابه وعملنا عن طريق اداه الذكاء الاصطناعي اللي بتحول الصوت اللي في الفيديو وبتحوله لكتابه، وبتبدا ان هي تنسق المواعيد بالظبط او الكتابه تظهر بالظبط مع الست وهي بتتكلم، فاحنا كده خلاص عملنا فيديو كامل. طب لو انت عايز صوره، هنا عايز تحط صوره مثلا، انت عندك فكره مثلا قناه قصص خياليه، فعايز تحط هنا صوره خياليه من دماغك انت، ففي هنا برضو في التولز في تول مهمه جدا وهي اسمها اي اي ايمج جنريتور، يعني بتصنع صور زي ما انت عايز. فمثلا انا عايز احط مثلا صوره وحش مثلا او ديناصور مثلا، عايز تجيب صوره ديناصور مثلا، فخلينا نكتب ديناصور مثلا ويرنج اهات، يعني ديناصور مثلا ولابس قبعه، واضغط على كلمه جنريت ناو. بالشكل ده هتلاقي كتاب جاب لك اهوت صورة ديناصور ولابس قبعة، فعلا تقدر ان انت تاخد الصورة تسحبها هنا، بتضغط هنا على اتو سين وبتلاقي الصورة ظهرت معاك على طول في المشهد بتاعك، تقدر ان انت تظبطها عن طريق تضغط بس كليك يمين ديتاتش عشان تبدأ تظبط معاك او تطلع معاك من الخلفية، وابدأ ان انا اظبطها في الوضع اللي انا شايفه مظبوط معايا لو هي كانت الصورة يعني مش محطوطة مظبوط، فانا مثلا ابدأ ان انا اظبطها بالشكل ده. انا عايز اهم حاجه القبعه بتاعتي تظهر اللي انا عايزها ديت، ايوه بالشكل ده كده القبعه بتاعتي خلاص ظاهره تمام، وبعد كده ببدا اشغل الفيديو بلاقي الكتابه بتاعتي وكله تمام كده، انا قدرت ان انا حتى احط صور من دماغي، ممكن لو مش لاقي صوره مناسبه اقدر ان انا احطها من دماغي. فدي كانت الادوات الجديده على موقع فليكس كليب، واستنونا ان شاء الله الفيديو الجاي هعلمك ازاي تعمل فيديوهات موشن جرافيك اعلانيه للناس وتقدر تكسب منها فلوس باستخدام موقع فليكس كليب. المفاجأة في آخر الفيديو هي إن الموقع دوت متاح بشكل مجاني فيه، وفي خطط مدفوعة، الخطط المدفوعة منها في الخطة البيزنس بتوفر لك حاجات كلها unlimited استخدامات بقى، هتحط فيديوهات وصور وتطلع فيديوهات بالحجم اللي انت عايزه وتستخدم اي حاجة انت عايزها، وكل دوت بسعر $240 في السنة. طبعا ده سعر كبير جدا، انا هوفر ان شاء الله موقع او الخطة البيزنس لمدة سنة بسعر $40 فقط لعدد محدود من الناس، حوالي 10 اشخاص يعني. فحاول ان انت لو مهتم بموقع فليكس كليب تقدر ان انت تكلمني عشان تلحق الخصم دوت بسرعه $40 بس في السنه كامله بدلا من $240، يعني خصم تقريبا اكتر من 75%. فحاول ان انت تكلمني على طول، هسيب لك لينك التواصل معايا تحت في الوصف. وبكده اكون خلصت الفيديو، واتمنى ان انت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديده اول باول، وهسيب لكم لينك الاشتراك في قناتنا على التليجرام تحت في الوصف عشان تتابع معانا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.